كوب. هذا الفرد ميري لقب شوكات. مظبوط، هذا الفرد لنوري. نوري ما غيره؟ إيه نعم. وخالك أبو شهاب عم يشرح بالمكتوب شلون وصل هذا الفرد لإيده بعد ما اشتراه من واحد شاريه من أبو جودت. لا حمد، معناته أبو جودت هو اللي سرقه من نوري. إيه نعم. وخالك أبو شهاب عم يقول إنه هذا الفرد أمانة بين إيديك لبين ما يرجع الحارة، والرب العالمين ما أزله بالرجعة، تظهره بالوقت المناسب لأنه ما في غيره بيعرف بقصة الفرد. هيك لك شايف لك أخي، شايف هالأبو جودت قديش واطي وقليل ناموس. لك حتى نوري ما خلص منه. سيدي هاي نحن قوصناه وريحنا الناس منه. شو بدي لك أخي، يستر عرضك، ما بدي مخلوق يخلق يعرف بقصة هاد الفرد. ها شو عم تحكي لك معتز؟ معين هيك بدي اياك أبو شوكات. احرق اللي مكتوب لأنك حرقه. Nous ne pouvons pas discuter de cela maintenant, car on ne sait pas où se trouve nos gendarmes. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que ces habitants possèdent le terrain. Et je ne veux guère perdre encore plus de gendarmes. هاي باروتين وجنادين فشا. شكو شباب، ومن هلا ورايح تعتبروا حالكم منا وفينا. ونحن لعيونك عمي ابو حسان. شو ابو احمد، شو صار بالاسير اللي كان مع الشباب؟ صار بالمغاره عمي ابو حسان. الله يعطيكم العافيه. وهلا صار لازم نعرف شو صار بحاره الضبع، لاني مشلوش كثير وبالي مشغول عليه هون. خير، شو صار بحاره الضبع؟ كنت لك ابني طول الليل، والله ما غفيت عيني ولا تكة، وانا عقلي ياخذ ويجي. يا مو، مو انا لازم دير بالي على الحارة من بعد ما راح خالي ابو شهاب. خالك ابو شهاب؟ ليش لوين راح خالك؟ كل عيلة بالحارة بيطلع لها رب الخبز. روح يا عمي الله يرضى عليك. اسمع ابو حليم. يا ابو حليم.
صباح الخير عمي ابو محمود. اهلين ابو بدر، يسعد لي الصباح. الله يسلمك. عن حق سمعت انه قال عم يوزعوا خبز حساب العقيده ابو شاب، مزبوطه الخبريه؟ ايه مزبوطه. وسمعت كمان انه ابو مرزوق عم يوزع خضر وفواكه، معناتها قربت. قربت يا لطيف، شو هي القربه؟ راح على حالي. بسم الله. لك يا عم طه، ان شاء الله بده وطي النار شوي، الخبز عم يتلدوع. تكرم عينك عم يخوضك يا شباب. بسم الله بسم الله. خود يا ابني خود. هات يا اخي. بسم الله. هات يلا، هات يا اخي. يلا يا ابو طه، يلا يلا يلا. جيت يا بشير، خف لي حالك. طيب بشير سيك يا شرف عمي. بسم الله تكرم عينك. هات يا بشير. يلا يا ابي يلا يلا. اهلين عمي ابو محمود. خود عمي تكرم عينك. هوني. هات يا بشير. يلا يلا يا هات يا اخي. شرف عمي. بسم الله. ود عمي والله سلام الديات يا عمي ابو. الله معك، مع السلامه. دور يا ابو مزروق، حط لي رطل بندوره ورطل خيار ورطل بطاطا ونص رطل باذنجان وشويه ليمون وشويه فلفله، واذا في عندك كم حبه فواكه تفاح وبرتقال وموز حط لي اياهم. حكي مرتي فوزيه حمله وعم تتوحم وخايف تجي الوحمه على راس الولد. شو ضاربك العماء بدر؟ مالك شايف دكانتي عم تصفر؟ شو عم تحكي انت؟ وين طارت بضاعتك يا ابو مرزوق؟ وزعناهم على اهل الحاره، هيك امر العقيد. بس انا ما طلع لي شيء. انت تاخرت يا ابو بدر. وينك ابو بدر؟ خد البندورات سوي لقمه كواش بالبيض. اظراف؟ ايه اظراف. ناع عن حق، عن حق اظراف. اما اقول لك اظراف خلاص، خذهم احسن من كبون. ما زالوا الاظراف، حطهم بكيس واطبخهم انت. اسمع ابو فارس، نحن قلنا عندك طلب، اذا نفذته جناب الكومندار رح يكافئك بمكافاه كثير كبيره، بجوز يرجعك تخدم ببلدك او يساويك مختار الحاره. شو قلت؟ شو هو الطلب سيدنا؟ بدك تفوت على الحاره وتعرف لنا كل شيء عم يصير جواتها، وتخلي علاقتك كثير منيحه مع الرجال تبعاتها مشان تعرف لنا وين العناصر والضابط اللي قاسرينهم. شوف ابو فارس، اذا ما تعاونت معنا الكومندار رح يعتبرك عم تتعامل معهم ويقدمك لمحاكمه عسكريه. محكمه عسكريه سيدي؟ هذا اذا ما تعاونت معنا. بقى فكر بسرعه ورد لي الجواب هلا. يا سيدي يا سيدي، خليني براطة، الله يرضى علي. أنا ما لي علاقة بهالقصص كلها، أنا شفت حارس ليلي وراي جعلوا الياض يا سيدي، بدي ربيهم. شوف فارس، إذا بدك ترجع لبيتك وعيلتك وولادك بدك تتعاون معنا. سيدي خلص بتعاون معك. يا عيني عليك يا أبو فارس، طلعت فهمان. مثل ما قلت لك، بتجمع لنا الأخبار كلياتها وبالليل بتجي بتخبرنا. أمركم سيدي. لكن اسمع، شلون بدك تفوت على الحارة وتخلي كل الرجال تبعاتها يأمنوا لك؟ يا مو يا أهل الحارة، لك افتحوا لي أنا أبو فارس. أنا الحارس أبو فارس، افتحوا لي، جايبك من رسالة مهمة. شوف الحين مزبوط، هذا أبو فارس مشي. افتحوا لي أهل الحارة، عم يتفاجئ رسالة مهمة. عم يا أبو حاتم، هذا أبو فارس واقف برات الحارة وطالب يفوت على الحارة، شو نساوي؟ خلوه يفوت، بس ديروا بالكم منيحة يكونوا عاملين لنا شي كميل. تعال السلام عليكم. وعليكم السلام.
شو فارس؟ شو خلوك تفوت على الحارة؟ لفتت ويا ريتني ما فتت. وينو العقيد أبو شهاب؟ بدي إياهن بسرعة. خالي أبو شهاب برات الحارة. ما بالحارة؟ لك كيف؟ كيف قدر يطلع منا؟ نعم نعم نعم. شلون أبو مرزوق ما عنده فواكه؟ ولك أنا عم بتوحم يا رجال، أنا حبلة عم بتوحم، أنت بتفهم ولا ما بتفهم؟ بلا بفهم، بس طيب شو أعمل؟ الحارة مسكرة وطلعة براتها ما في، شو طالع بإيدي شي ساوي ما عملته؟ أنا ما دخلني، أنا هلأ بدي تفاح وموز وكمان بدي دبس، وجاي على بالي المعروك أبو بدر. معروك كمان؟ إيه هيك، تازة وسخن. تفاح وموز. هلأ لا تقعد تعد وتعد عيد، والله والله، وهي بكسر الهاء يا أبو بدر، إذا ما بتجيب الغراض كلهم يا ويلك ويا سواد ليلك، مالك فوت على هالبيت ومالك نومة فيه. أنا راسي كيوت. يا بي شو بدك انت التاني؟ بدي إضافة مغبرة. إضافة مغبرة؟ على راسي. أبو بدر نسيت له إنه بدي بندق وجوز ولوز وترابي حلبية علينا إن شاء الله. إبراهيم راح، أبو إبراهيم ما بقي لي حدا بالدنيا، ما بقي لي حدا بالدنيا. عدلية استغفري ربك حبيبتي، هالحكي هذا ما بصير، هي إرادة الحق يا عيوني. لسه ما فرحت فيه، ما شفت إلا ولد يحمل اسمه واسم أبوه. لك يا حبيبتي إبراهيم هلأ صار بالجنة، والجنة للأبرار والصالحين والشهداء، ويا نيالو اللي بيروح الجنة، يا نيالو يا نيالو. ارضي بحكم رب العالمين يا حبيبتي. عن اذنك رايحة افتح الباب. عم بيكذبوا علي اكيد، ابراهيم ما مات، ابراهيم عايش، اكيد رح يرجع واحضنه وضمه لصدري. يا ابراهيم وينك؟ وينك يا غالي؟ وينك؟ شلون دلال وام ابراهيم؟ دلال منيحه بس اضرب ما نامت لوش الصبح، وانا ما نمت وطمنت عليها. وام ابراهيم ولي علي على ام ابراهيم ما غفلت عينها بنوب، وهي طول الليل عم تحكي مع حالها، اكله همك وما ياكل يا سعاد خان وما اكله همه. والله لفوت شق عليها لبين ما تفيق دلا. تفضل. حطها. نور معلم. الله يعافيك بالعافيه. الله يعافيك. خود ودقول. يسلم ايديك كثر خيرك. خيرك، خود الخبزات معك على البيت. الله يخلي لك اولادك يا رب. خلي الله بكر بكره طه ان شاء الله. بشير نور يا بي. شو بقيان عم نطحين لبكره؟ والله اللي بقيان دوبهم يكفونا يا بي. ماشي الحال ماشي الحال. بكره وقت يخلص طحين، شلون اهل الحاره بدهم ياكلوا؟ الله ما بيقطع لك يا ابني، الله ما بيقطع. مين؟ انا رياض. معي الحكيم حمزه. يلا تكي وتفضل. شرف حكيم. يلا شرف شرف. يلا يلا يلا. شلون صار خاطير؟ اسمعني منيح يا رياض،
خاطر حالته صعب كتير وبيجوز. شو بيجوز ما يجوز؟ بوس ايدك لا تقول حكي. الاعمار بيد الله، بس شوفت عينك خاطر من امبارح ما خفت حرارته، شلت له رصاصة من صدره وفي رصاصة تانية ببطنه، بيجوز نضطر ناخده على المستشفى. لا حول ولا قوة الا بالله. والعمل هلا حكي؟ بدنا نستنى شوي، ممكن جسمه يتقبل وضع رصاصة وما يتأذى منها. بس يا رياض هذا الشيء بده يضل بيني وبينك، ما بدي حدا يضرب فيه ابدا. امرك حكي، ما حدا رح يضرب فيه منه. امرك. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ما بقدر بطلع برات الحارة سيد عصام؟ جارك انا. لك شو بدك تطلع برات الحارة؟ عم اقول لك العسكر اذا بيشوفوا واحد نبق راسه من الباب بيقوصوه. لا بيقوصوه. ولي على قبتك يا ابو بدر، شو بدي اعمل؟ شو اقول لك؟ شبك ابو بدر، شبك عم تدرر مثل الحريم. ليش بدك تطلع برات الحارة؟ مرتي فوزية حبلي ووسطني جيب لها فواكه ودبس. وشو كمان شو قالت لي؟ ما مهم ما مهم، حميل ضرب طريقك ورجع على بيتك ولا ترد عليها. شلون ما رد عليها يا سيد عصام؟ شلون ما رد عليها؟ عم اقول لك مرتي فوزية حمله بدها تطلع شهوه براس الولد. ليك ابو در روحي صارت لراس مناخيري، خايف يطلع شهوه براس الولد، مو خايف يربى يتيم؟ اخي انا قلت اللي علي، اذا انت مستغني عن رقبتك طلع برات الحاره. افتحوا له الباب شباب. لا لا بطلت اطلع برات الحاره، خليني ارجع البيت احسن، وخلي فوزية تسف تراب احسن شيء. شلونك اخي؟ علي ابو العز. شو الاخبار؟ ابو فارس صار بالحاره. شو الحكي هيك لك؟ طلبوا منك تتجسس علينا وتبلغهن، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. بحبي هذا اللي صار بالحرف الواحد يا شيخي. لك انا خايف، خايف على عيلتي واولادي يعملوا لهم شي شغله هدول. لك هددوني بالمحكمه العسكريه. معناته الجماعه مالهم ناقدين على خير بنوب، واكيد عم يفكروا يهجموا على الحاره مشان يخلصوا الضابط ورفقاته. والا ليش عم يدقسوا ان احنا مخبينون؟ بهي معك حق فيها يا ابو حاتم. معناته خلينا نلعب فيهم. نلعب فيهم؟ شلون يعني؟ يعني الداسوس اللي بعتوا لنا اياه مشان يتجسس علينا هنحرمهم منه. لا يا ابو حاتم لا، لك كل هالقد رخيص عندك انا لا تذبحني. مو عيب على رجال يا ابو الفوارس، لك مو عيب على رجال. سيب راسي خطة إن شاء الله تزبط. طالما سمحوا لك تفوت عنا على الحارة أول مرة معناته بيسمحوا لك تطلع براتها، ونحن بالنسبة لنا أنت براتها أحسن من جواتها. وحياة مين زرعهم بوشي أبو حاتم؟ لك أي شيء بتطلبه هنا مني وبفيد أهل الحارة اللي لحم الدافي من خيرهم أنا موافق عليه. شو فهمتك يا أم بشير؟ أمرك ابن عمي، رح جهز الطبخة ووصلها بذات نفسي لبيت أم إبراهيم. بشير ومرته وينه وماني شايفه؟ رح يوصلها لعند أخت دلال. منيح، وانت متى ما خلصت الطبخة روحي لعند أم إبراهيم وكنت عادي عنده، ما بصير نتركهم بهالوقت لحاله. أمرك ابن عمي، بس والله ما عم نقصر. الله يقويكي، يلا خاطري. الله معك تقبرني، مع السلامة. ليش ما رحت على بيت أختي دلال؟ والله ابن عمي أنا كنت حابة روح، بس لطفية ما بدها. ما بدها؟ لطفية؟ لطفية! نعم ابن عمي نعم. تعي هون. نعم ابن عمي. تنضربي على قلبك وبتاخدي ضرتك وبتروحي على بيت اختي دلال. خلوك النسوان الحارة راحوا وانتوا لهلا ما رحتوا. ابن عمي نحن مبارح رحنا وقمنا بالواجب، بعدين ساعات سخنانة شوي. معلش تاخدوا طبخة معكم وبتروحوا لهوني، ما بدي عيدها مرة تانية. خلص ابن عمي خلص، رح نطبخ طبخة أنا ولطفية ونروح عند اختك دلال، بس انت الله يخليك ما تزعل. وبالليل بدي اياكم تباتوا عند امي، فهمتوا؟ حاضر ابن عمي حاضر. فهمنا ابن عمي. ان شاء الله ابو شاب يتوفق بمهمته ويرجع لنا بشي حل ونخلص من المحاصره هي وترجع الامور على ما كانت عليه. ما فينا الا ندعي له بالتوفيق والتيسير، بس كمان نحن لازم نتحرك، ما هيك يا شيخ؟ شلون بدنا نتحرك ونحن عايشين بسجن كبير يا ابو بشير؟ شو رايكم نتصل بالحارات اللي بيوتها بتطل على حارتنا؟ اكيد رح يامنونا اكل وطحين، لانه اليوم اذا اكلنا بكره ما رح نقدر ناكل. انا مع ابو بشير بهالحكي، من على الاساطير فينا نفوت على الحاره ايش من بدنا، وبدون مساعده ابو الفوارس ما بنقدر نعمل اي شيء ان كان. كيف الحكي ابو حاتم؟ فهمني كيف. بس ان طلعتوا اليوم من الحاره تطلب منه انك ما ترجع لها بنوب، وبوشك بتروح لعند مختار حارة الماوي أبو صياح بتقول له الشباب طالبين لمساعدة بكل شيء، هو بيعرف شغله. يا
خي ابو حاتم ما رح يقبل وما ارجع على الحاره. ما هلا كنت عم اقول لك طلبوا مني جيب اخبار عنكم. ولا يهمك ابو الفواريس، انت بس طلعت من الحاره اصلا هن ما حيخلوك ترجع لها مره ثانيه. ليش عم تفكر بحاتم؟ بس تعتم العين بتعرفوا كل شيء. نعم نعم نعم. شو ولد ابو بدر؟ سمعني واضربني، ما راح اجيب لي الاغراض اللي طلبتها منها؟ لك شلون بدي اجيب لك طلباتك يا فوزيه والعسكر مانعين طلع من الحاره؟ ايوه دخلني، انا قلت لك اذا ما شفت لي الاغراض مالك فوت على هالبيت ومالك نومي فيه. شلون يعني مالي فوت على هالبيت ومالي نومي فيه؟ وين بدي نام يعني؟ والله بموت من النعاس. شو بيعرفني وين بدك تنام؟ ضراب السخن بجهنم الحمراء، انا ما دخلني، اطلع على الحاره مثل الرجال، احمل بارود حاجه مشكول على خاطرتي، لك اطلع من خلقتي روحي يا فوزيه. شلونك حميدين؟ الحمد لله بخير. شلون عمك؟ ان شاء الله احسن. منيحه بس اخي حاتم ما عم يقبل يرضى. ايه معلش خليه يرضى. يلا تعرفي ليش امتك اجت لعنا؟ ايه بعرف ليش. لانه الافندي حاتم ما عم يعرف يرضى. ليش ما عم يرضى الصبي؟ والله ما بعرف، جربت كثير ما عم يقبل يرضع بالمره. عم تسقي يانسون ومي مسكر مو؟ ايه سقيته. يو شو هالحكي؟ بصير هيك يا ام حاتم؟ ما بتعرفي الولد بس تسقي يانسون ما بيعرف يقبل الحليب؟ شريفه نعم. اعطيني شويه مي مسكر. حاضر. وليش السكر ام زكي؟ انت ما عليك، ما بدك حاتم يرضع منك، تركي علي. كتر خيرك يا ام زكي، والله من غيرك ما كنت بعرف شو بدي اعمل. ولو يا ام حاتم نحن لبعض. شلون ام ابراهيم ودلال؟ طمنيني عنه. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. ام ابراهيم يا حصرتي عم تحاكي حالها، ودلال ما عم تنشف الدمعه بعينها بنوب بنوب. تفضلي خالي امسكي. يسلموا ايديكي شريفه. كشفي لي عن صدرك لشوف. يسلموا دياتك حكيم، عزبناك معنا. الله يسلمك، اي شيء بيصير مع خاطر بتخبرني. ان شاء الله خير وباذن الله بضل هيك وما بينتكس مثل ما نبهت عليك ابو الروضه. ولا يهمك ولا يهمك شو خبروا ما خبروا، عليم الله ما يدروا ليجن جنونه. ماشي. يسلموا دياتك حكيم. سلام. مع السلامه. شو ابن عمي شو قال لك الحكيم؟ ما قال لي شيء. شو بده يلي يعني؟ يعني ما طمنك على خاطر؟ لا طمني. طمني شلون ما طمني؟ قال لي ان شاء الله باذن الله تعالى رح يطيب عن قريب. لك ليش طول عنده كل هالقد ابن عمي؟ لك شلون طول ما طول؟ هذا حكيم وبين ايديه مريض، ما بده يفحصه على 100 مهله يعني ما بده يعرف شو معه. انا بدي اروح، بدك شيء؟ يو معقوله تروح ابن عمي قبل ما تطمن ابي على خاطر؟ يا لطيف كيف فاتتني هي؟ ايه والله لازم طمن عمي. فهمت علي شو بدي منك؟ خلص انت ولا يهمك بختار، انا رح ادقس لك وين صار ابو عراب وعلى اي سجن نقلوه. وانا ما رح انسى لك خدماتك بنوب. ولو مختار ما بدي الا سلامتك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فتحي زين زين شو الاوضاع عندك؟ العسكر لساتهم مطرحهم من بعد ما فوتوا الفارس على الحاره. ماشي، بدي عيونكم تكون فتح 10 على 10. ها ابشر ابو عز. شاكوش دير بالك منيح. ايبو وفارس لساته بالقهوه؟ ايه لساته بالقهوه. ياكم ديروا بالكم منيحه. لعيونك. شو هذا الروض؟ وين كان؟ كنت عند خاطر. ايه طمني شلونه؟ والله ما بعرف شو بدي لك بس الحكيم خوفني عليه زياده. شو هالحكي؟ وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. انا رايح عند الشباب بدك شيء. ديروا بالكم امان. لا تاكل هون. C'est magnifique. C'est une bonne nouvelle. Écoutez, je voudrais que le commandant me rejoigne vite dans mon bureau. D'accord. اهلين عمي ابو الفوارس. اهلين مهتز. اهلين. شلون خلوك تفوت هالحاره؟ يا قصه طويله عريضه بعدين بحكي لك اياها، بس اني قال لي اخوك عصام وينه؟ شو بدك منه؟ انا ما بدي شيء، بده يهني ابو حاتم، قال لي يمر عنده بعد صلاه المغرب. ايه ما في مشكله، هلا بنلاقيه، بس انت فهمني شو القصه؟
اخ يا معتز اخ، تصور ولاد الكلب بدهم يورطوني، ورطوني يا معتز. شو بده يورطوك؟ قلي لي شوف. ها قربت، والله قربت. ايه لك مريب علي قاعد عم يشرب شاي، ما عم بقدر سوي شي لحارة الضباح، بس شلون بدي ساعدهم شلون؟ والله ماني عرفان. ليل باحلى عقيد والله، هلا والله، حي الله لعيونك يا عقيد يا كبير. ايه والله هالرابة شدادة شداد. العقيد زعلان لك، ما عسلي بيزعل عقدنا، ما عسلي بيزعل عقدنا، لا نقتل لا وينش خطب بمشينا، لا نقتل. لك صرحهم يا شو بتحمي، انا اليوم ما اروها وما الفاضي لعلاقك مصدي. لا 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 لا، شو زيارك عقيد؟ انت بس قلي ولعيونك انت يا ريلي نيح. الله يسامحك، الله يسامحك يا عقيد. خلاص ما عاد ورجيك بشي بحياتي. الله جبار الخواطر، الله جبار الخواطر دخيل اسمه. تعال تعال، ما بعرفك لا اوزي واوام تاخد على خاطرك. تعال. الله يسامحك يا عقيد، الله يسامحك. يلا وكيلك، ما بنعز لك وبنعتبرك هيك مثل اخونا الكبير، ما كنت جيت لعندك لهون. ابو الحكام، ايوه هات لك كاس الشاي روق دمنا. هات روّلوا دمه للنمز أبو الحكم، روّلوا دمه، تعكى. هاي كاسي. راسي أبو الحكم. هدول خلصوا عقيد، في شي غيره؟ الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك عقيد، بدي أستأذنك مشوار على البيت، حاكم الوالدة تعبانة وبدي أطمن عليها. خير خير خير، سلامة قلبك. مسيك تعال خود، بركي الوالدة اعتازت شي. مسيك. تسلموا يسلموا. الله يعافي لك يا الله معك، الله معك. شو عقيد؟ شايفك عم تكرمه كتير لشغيلك ابو الحكم. ابو الحكم شغيله قبضاي وتعلم الكار بسرعه، ما انه كان عونطجي وخريج حبوس مثل حكايتك. كبير كبير يا لطيف، شو كبير يا عقيد، طول عمرك قلبك طيب وتحب تساعد الناس، واللي بجيبك مو لاقي لك يا عقيد. نحن وين بنلاقي مثلك وين عقيد؟ من الاخر نمس، من الاخر. شو بدك يعني عقيد؟ هيك بدنا من بعد اذن شواربك قرشين ثلاثة لوجه الله تعالى. لوجه الله تعالى؟ معناتها بدك تتزوج. أنا خرجي زواج عقيد، عفكر هيك اشتري لي بخاخ بق وناموس دور فيه على الحارات واتسبب لي بقرشين، اسم منه الموسم بلش. بعدين المصالي اللي معي الله وكيلة كلهم أخذهم أبو غالب حق بيته. معك حق، هالشغلة كتير منيحة وفيها قرشين نضاف خصوصا بهالوقتات، لحسادك وأعطيك مصاري تشتري ترمبة بخ، بس بشرط واحد. ها شروط عقيد؟ شروط على كيفك. اول بيت بدك تبخه هو بيتي. لكن شلون؟ لعيونك عقيد احلى بخ باحلى دواء بق وناموس، الله وكيلك ما خلي لك ناموسه بالبيت تطير. لك انت عقيد وكبيرنا، الله يديمك فوق راسنا بجاه الحبيب المصطفى. لك فضلك على هالرقبه عقيد. يا الله تيك. بكفوا هدول؟ بكفوا عقيد بكفوا. لك الله يديمك، الله يديمك فوق راسنا، فضلت علي وعلى سلسفيل اجدادي واحفادي عقيد. لك عقيدنا شيخ الشباب، شيخ الشباب عقيدنا، عقيدنا يا ابو الكرم، يا ابو الكرم يا عقيدنا. تفضل عمي ورقتك جاهزة. اماني ما بدي الا سلامتك، باين عليك درويش، روح الله معك. كتر خيرك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين ابو عبدو. طمني، عرفت شي؟ ايه عرفت مختار، ابو عرب صار بسجن القلعه، وقال يمكن بهاليومين بدهم يحولوه على المحكمه العسكريه. الله يفك اسره، بدي منك تضل عم بتتابع اخباره، بركي بنقدر نحط له محامي يدافع عنه. هلا اللي سمعته انه المحكمه العسكريه هي بتعين له محامي من عندهم يعني. شي شو هالحكي هاد؟ معقول هن بدهم يحاكموه وهن يحطوا له محامي من عندهم لحتى يدافع عنه؟ شو هالسمعة هاي؟
تطرقك من بين الزلم، العين تطرقك كأنه اللي واقف قدامي حرمة مو رجال. ولا شو مالك عليها سطوة بلا هيبة؟ فهمني مين بيناتكم الرجال؟ الله يرحم أمي ما خلت لي هيبة، دايما كانت تقلي أنت تشتوش ودلول مثل أبوك. ايه وقف استناني تشتوش أفندي لألبس ملايتي. ها يوا عم بستناكي خالتي، امسكي ولي كسرت إيدي. شو قلت لك أبو فارس؟ خلاص ولا يهمك ابو حاتم ولا يهمك، بس ان شاء الله تمر عليهم هالتفنجه. والله انت وشطارتك. عم عصام شو عملوا؟ هلا معقوله يعرفوا انه هذا اللي على وشي صبغه ما نظر حقيقي؟ لا عمي ما رح تشوفوا انه هي صبغه، عشان انه هي الصبغه فيها حنه حمراء ايوه ونيله ودهن الكبريت، وهدول ما بيروحوا الا بالليفه. منيح طمنتني. امسك عمي امسك لي شو هاي؟ هي الخرق حط لي اياها بتمك عشان بين انك انت متوري. هات انا هات هات انا بطلع. ايوه دا حمرا معاه. ايه شلون عمي ابو حاتم؟ شوشته صدقته استسديه للسلامه. شلون اخي؟ عم قال لي خليه يفتح الصباط من رجله مش حيبين انه اكل فلا، انا برات الحاره اذا شفته بكشفه. ايه شلون عمي شلون؟ احنا الصباط منيح هيك. شو بفارس خي؟ حقي يا ابو حاتم اذا بقول لك مخايف تكون كذاب. بزمتي حاسس إجري عم يجفوا مثل القصب. لا يا أبو الفوارس لا، أنت قد ودود. وزية الله يرضى عليك سامحي هالمرة مشاني. ما بدي يو يبليك بدا إن أرزان إلهي. لك بتعرفي إنه الحارة محاصرة وجوزك ما بيقدر يطلع يجيب لك أغراضي، ليش عم تعاجزي هالمعاجزة؟ امسكي لك، لو كان رجال عن حقه حقيقي كان دبر اللي بدي اياه من تحت تقطيع الارض. بس ماله رجال، ماله رجال يا اختي. هلا عمل لك كرمالي مشيه خلاص. الله يخليكي فوزي، الله يخليكي كرمالي امسكي. ماشي الحال كرمالك يا امسكي، بس هالمره رح مشيها، بس اذا بعيدها مره ثانيه ما عاد حاكي بحياتي. يلا فوت على المطبخ حضر لنا عشاء لي ولا امسكي. يلا لك يوه على راسي يا ست راسي. هدي هدي خلينا نتعشى سوا. لا حبيبة قلبي أنا لا لي جاي أتعشى ولا أكسر الصفرة، بدي روح شق على أم إبراهيم أضرب حالتها بتقطع القلب. ولي فوزية ليش ما رحتي على التمساي ورحتي على الزيتية؟ ولي على عيونك شو ما بتعرفي بالواجب؟ على القليلة عن زيجارتك سعاد ولي على قامتي. يبعت لي حمى إلهي، والله معك حق يا أم زكي، بس شو بدي أعمل؟ أنا قلبي قطيع وما خرج روح على تعزاية، خلص بمرق على سعاد خانه وبعزيها بسهرة. تكرم عينك معك حق. ها قلتي لي قلبك قطيع، ايه باين خزيت العين وشرها. ايه خلصينا بقى من هالسيره، عادي خلينا نتعشى سوا، ولا كمان بدك ياني احلف يمين؟ لا حبيبتي لا تحلفي ولا تتحلفي، خيرك سابق، تصبحي على خير، يلا خاطرك. مع السلامه. فوزية شو بتحبي البيض؟ مسلوق ولا مقلي؟ مقلي ومسلوق. ايه بس ما عندنا بيض. حبدي خايفي اوصون يا معتز. زهلك ابو الفوارس او بقلبك، صلي على النبي. شاكو شرفا افتحوا لي الباب، لك علي ابو فارس الحارس. طبعا افتحوا لي الباب يرضى عليكم. ما ابو فارس عليك الامان. بلغ شباب الحارة كلياتهم انه يجهزوا حالهم. حاسس انه الفرنساوي اليوم ناويلنا على نية. ماشي
وراح طالع كل الرجال على الوسطية. بتراقبوا الأساطير منيح. ليلي ليلي تكون يا رجال. ولا يهمك. نحن لها. قولوا الله يا رجال. فارس شو هالحكي؟ مثل ما عمل لك يا سيدي، مثل ما عم اقول لك يا سيدي، اني عارفه بينكم، بعطيني لحتى اتجسس عليهم، ربطوني مثل ما جبتني مربط يا سيدي، وبلشوا فيني ضرب بحظي، ما اعرف من وين الكفوف تنزل علي يا سيدي، ولك هددوني هددوني، بدهم يعذبوني بدهم يعذبوني يا سيدي. طيب طيب، ما قدرت تعرف شيء ثاني؟ عرفت عرفت، الحرم عباية سلاح، الله وكيلك أخي يا ضهري، بيفتحوا فيا جماعة. والضابط الفرنسي ورفقاته عرفتوا وينه؟ أخي 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 يا ضهري، على حسب ما فهمت يا سيدي، مخباينهم بمحل الجن الأحمر ما بيعرف وينه. طيب أبو فارس، عرفت لي كم واحد مسلحين جوات الحارة؟ عم اقول لك يا سيدي، كل رجال الحارة، حتى الولد اللي عمره 10 سنين حامل مرتينة. اي الله خير يا اجري. طيب ابو فارس، خليني ابعتك على المستشفى يداووك. على المستشفى يا سيدي؟ طبعا حالتك كتير صعبة، لازمك علاج. سيدي ما بدي اعزمكم معي اخي ضهري، انا بروح لعند ابن عمي بيشتغل ممرض بمستشفى، خليه يحكمني يا سيدي. اوه يا ضهري. خد ابو فارس، خد خد، بركي لازمك شيء، لازمك دوام سيك. كتر خيرك يا سيدي، والله فضلين على راسي، كتر خيركم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين ابو فارس. شو رأيك سيدي؟ لازم نعرف دولي دبار انه هدول ما عندهم سكة بحدا، ولا ما بعتوا بهالشكل. طيب سيدي شو نساوي؟ جيفي فار لكونسيه، المستشار هو اللي حيكرر. مي إلي تري بروبابل انه نقتحم الحارة الليلة. بس مو الكونسي. نقش بنا مشي يا شهر. مشي مشي انت. وين عبد الرزاق؟ ضل بالحمام عم يحمي الأسرى. شو أبو الرطة؟ طلعتوا رجال على الوسطية؟ لا تمام. ضروري هالشي يا أبو حاتم. كانوا جايتك شي إخبارية من برا. اليوم الفرنساوية بجوز يقتحموا الحارة شيخي. هالحكي اللي عم تحكيه أكيد؟ ما في شي أكيد أبو مرزوق. بس الحرس واجي. ايش يا اخي، من بعد امرك انت تيسر على بيتك، ودعينا انه الله ينصرنا. الله يوفقكم ويحميكم وينصركم جاه الحبيب المصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب مرزوق امشي معي. قول الله. Monsieur le commandant, vous devez exécuter l'opération dès que possible. Nous sommes prêts, monsieur. Mais c'est à vous de décider leur hache. Vous démarrez l'opération à l'heure de la prière de l'aube. Je sais pas qui est en train de faire. Je suis 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 en train de faire. صار له 3 أيام ما اجى على البيت، لا نام ولا اكل ولا ارتاح. يا بنتي كل رجال الحارة هيك، بس هو ادعي الله يحميهم ويعمي عنه. شو ما اجى ابن عمي؟ لا والله لسه ما اجى يا بنتي، نيمتي الصغيرة؟ ايه نيمتها، بس والله يا مرت عمي حاسة حليبي ما عم بكفيها. عن جد؟ يا بكره بنقول لأم زكي تدبر لنا شي مرضعة. يلا يلا يلا. اجى عصام. يا أبو خدولي طريق.
خير يا مو؟ مين معك؟ يا مو معي ثلاث رجال من الحارة، بدي طالعهم على الأسطوح مشان ينطوا على أسطوح أبو حمدي مشان يراقبوا العسكر، لأنه خايفين يا مو، خايفين إنه العسكر يجمعوا علينا من حارة الحواكير. لك يخرب بيتهم، سكرنا باب الحارة وما خلصنا منه، قتلوا ثلاثة من زينة شباب الشام، شو بدهم يقتلوا رجال الحارة كلها؟ يا مو ما بدي أكذب عليكم، الحالة ما بتطمن بنوب. الله يحميكم يا ابني، بشو بنقدر نحن نسوان الحارة نساعدكم؟ انتوا بس ادعونا الله يفرج علينا. يلا خدونا طريق. يلا 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 شباب. انا بجيب لك اخبار حتى الضبع كله. عمي انت شلون؟ هي شلون ترك علي دبر راسي. طول بالك صبحي، نحن ما بنستغني عنك منوب. كلام سمعه مزبوط، حارات الشام كلها هلا بتخوف. لازم نعرف شو عم يصير هنيك يا جماعه، بركنا كانوا بحاجه لنا. كلام صبحي صح، لانه من وقت اللي خلصت معركه ما عرفنا اللي صار غير انه الحاره محاصره. معناتها انا رايح دقدس وجيب لكم الاخبار كلها، شغلي ما عاد بقدر ياحد بال. يلا بخاطركم صبحي دير بالك على حالك. اللي كاد والله بده يصير يا سبا، لازم ترجع لنا ابو صبيح. قول الله. الله معك ميسرة. الله يكون معك. لا تاكل هم سمعو، صبحي ابضاي وما بيخاف عليه، بعدين بيعرف تخاريم الحارات كلها وبيقدر يدبر حاله. وكل الله. سلام عليكم. انت كمان شباب، انتوا عزاء الحمام وانتوا عزاء الفرن، طيروا يلا. تعالوا انا معكم يا شباب.